بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم بسرعة قراءة وكتابة حرف الشين. لأن الشين مع الفتحة شا، الشين مع الضمة شو، الشين مع الكسرة شي، الشين مع السكون الش، الشين ممدودة بالألف شا، الشين ممدودة بالواو شو، الشين ممدودة بالياء شي، الشين منونة بالفتح شن، الشين منونة بالضم شن، الشين منونة بالكسر شين. إذا رددوا من بعدي شا شو شي. الشين مع الحركات القصيرة التي هي الفتحة الضمة كسرة، زمن نطقها قصير شا شو شي. الشين مع السكون عليه علامة السكون شا شو شي. الشين يعني مع المدود، مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. المد بالألف دائما تناسبه الفتحة قبله فتحة، المد بالواو تناسبه ضمة قبله ضمة، المد بالياء تناسبه الكسرة قبله كسرة. المدود زمن نطقها أكبر من زمن نطق الحركات القصيرة، زمن نطق المدود ضعف زمن نطق الحركات القصيرة، يعني زمن نطق الحركات القصيرة نصف زمن نطق حركات المدود أو المدود. شا شو شي شن شن شين. الشين مع التنوين، تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. التنوين نون ساكنة نسمعها في آخر الكلمة نطقا لفظا لا كتابة ورسما، يعني عندما ننطق شن فإننا نسمع نون في آخر النطق ولكننا لا نكتبها. شن شن نسمعها نطقا لفظا لا كتابة ورسما. شن شن شين شين. نعطي بعض الأمثلة. شم سن شم سن شم سن. الشين مع الفتحة ش. شو مو عن شو مو عن شو مو عن. الشين مع الضمة. شي ما لون شي ما لون شمال. الشين مع الكسرة.
مش رو بن، مش رو بن، مشروب. الشين مع السكون. شاء إي عن، شاء إي عن، شائع. الشين ممدودة بالألف. قو شو رن، قو شو رن، قشور. يعني الشين ممدودة بالواو. را شي قن، را شي قن، را شي قن. الشين يعني مد بالياء. قر شن، قر شن، قر شن. الشين تنوين بالفتح. رو مو شن، رو مو شن، رو مو شن. تنوين بالضم. قر شين، قر شين، قر شين. شين تنوين بالكسر. كب شون، كب شون، كب شون. الشين تنوين بالضم. شر حن، شر حن، شر حن. الشين مع الفتحة. إذن أعيد من بعدي. ش شو شي أش شا شو شي شن شن شين. ش شو شي أش شا شو شي شن شن شين. شمس شمس، شموع شموع، شمال شمال، مشروب مشروب، شائع شائع، قشور قشور، رشيق رشيق، قرشا قرشا،
رموش رموش، قرش قرش، كبش كبش، شرح شرح. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.